الزواج راه ماشي نظروا للسلبيات ونتخوفوا. الانسان راه باش ما عطى الله كما قالت الزواج بالنيه والحرت بالنيه. ووالدينا راه تزوجوا ما كانوا كيكسبوا والو، كان الله ما عندهم حتى شي حاجه، ولكن بديك النيه وبداك التعاون وبداك التماسك، والمراه سواء في الدار ولا خارج الدار كتعاون وبغات تنمي وهو كيراعي لها وكتراعي ليه، الحمد لله كتزكى الامور وكيطلع. من ضمن هذه الدراسه كشفت على ان علاقه الاشخاص المتزوجين كيكون عندهم جهاز المناعه اقوى، ما كيتصابوش بامراض وكيعيشوا اطول، العمر ديالهم كيكون اطول. هذه دراسه علميه من خلال واحد الدراسه اللي كشفت هذا، انهم كتقوي المناعه، لان حتى داك الاطمئنان الروحي وحتى الجسماني، لان الانسان ملي كيفرغ مثلا حاجياته في واحد الشخص اللي هو منتمي ليه واللي كتربطوا علاقه ماديه وعلاقه روحيه وعلاقه مقدسه، راه كيعطيك واحد الاطمئنان داخلي اللي هو كيخدم على باقي الاعضاء الاخرى. إذن هو كيعيش اطول من هذا. ثاني حاجه وانه يقلل من الانتحار. لاحظوا على ان غير المتزوجين راه نسبه الانتحار كثر فيهم، لان في واحد الوقت كتغلق عليه، كيشعر بالوحدانيه وانه وحيد وما تيقدرش يواجه مثلا بعض المشاكل، يمكن ادنى مشكله توقع له يمكن تؤدي الانتحار. لاحظوا على ان الزواج يقلل من الانتحار. كذلك لاحظوا انه يعزز الصحه العقليه ويعطي الشعور بالسعاده اكثر. يعني ملي كتكونش عايش في وسط اسري مع وليداتك مع مراتك كتشعر بالسعاده اكثر من اللي كتكون بوحدك. هاد الشعور بالسعاده كاين لان هاد الجو المحيط بك كيعطيك الاطمئنان وكيعطيك الامان انك ما تخافش الا وقعت شي حاجه، راه كاين اللي يوقف حداك وكاين اللي في جنبك. كذلك فهاد الامان كياكدوا على ان هاد الزواج يوفر الشعور بالامان والحمايه، وتاكد انك حين الحياه كلها مشاكل. انا ممكن غير مرض مثلا في داري بوحدي سد عليا، ممكن نمرض شكون اللي غادي، يمكن نموت يمكن تجي وفاه، شكون اللي غادي يتسول فيا ولا غادي. اذا هذاك الشعور بالاطمئنان وبالسعاده هو كيكون في حال الزواج اكثر. وكنتمنوا بهذه الكلمات اللي غنختموا بها هذه الحلقه اننا نشجعوا ونغيروا الفكر ديال عدم الزواج. يتكلوا على الله، راه الزواج راه شي حاجه مهمه وشي حاجه مفيده وشي حاجه ماشي غير المجتمع حتى للشخص، لان اللي كيكون مزوج يكون متوازن، اللي ما مزوجش كيكون فيه عقد، مجموعه ديال العقد وخايف والاحتياط ولكن الزواج كيعطي واحد الاطمئنان. ونرجعوا للشريعه الاسلاميه، راه قال لك الزواج نصف الدين، فاتقي الله في النصف الاخر. امين يا رب.